السلام عليكم ورجعت لكم اسرع ما عندي عشان اشوفكم كيف تفتح المرحله الرابعه من مراحل السكن المخفي. للي ما يعرف شو السالفه، السكن المخفي او السري في فورتنايت الا مراحل، وعشان تفتح المراحل هذه فلازم يكون معك السكن السري ولازم تسوي اشياء في اللعب عشان تفتح كل المراحل. واليوم وصلنا للمرحله الرابعه او رقم 4، واللي يريد يشوف المراحل اللي قبل بحط لكم رابط مقاطعي في الوصف وفي الكومنت المثبت كمان. اما الحين بنشوف المرحله الرابعه. لايك على المقطع لو انك متحمس، ولو حاب تدعمني حط كود المتجر سي عندك، ولو حدث الكود اكتب لي في التعليقات، وخليكم مع المقطع. عشان تجيب المرحله الرابعه، اول شيء تاكد انك اخذت المراحل اللي قبل، وثاني شيء لازم تلبس لبس السكن المخفي. لو ما تلبس السكن المخفي ما راح تقدر تكمل. البس السكن المخفي وادخل لاي طور مع البلاي جراوند والكرياتيف، واريدك تروح للمكان اللي انا رايح له. المرحله الثانيه كان المفروض ان ندور على المفتاح واللي موجود في بولر بيك، والمرحله الثالثه انك تولع او تشغل النار الكام فاير اللي جنب بارادايس. اما هالمره فلازم توقف في دائره واللي موجوده على خط الغابات بولينج وود ومدينه ذا بلوك. بس توقف في الدائره يفتح لك المرحله الرابعه. ما في داعي ترقص، ما في داعي تسوي اي شيء. نفس ما تشوف روح المكان اللي انا رحت له ووقف في الدائره وخلاص، راح تاخذ المرحله الرابعه ومبروك عليك. بس اهم شيء لا تنسى تنتحر وتخلص الجيم عشان تحسب لك 100%. ولو تحس انك استفدت فلا تنسى لايك على المقطع والاشتراك لان انشر شروحات كل التحديات. ولو حاب تدعمني تدعم القناة، اكبر شيء ممكن تسويه هو انك تحط كود المتجر سيو. مشكورين على الدعم واشوفكم في المقاطع الجاية، ومع السلامة.